السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. المقابله الجايه ان شاء الله باش تكون في ملعب المجاز وبدون نقاش. سي حسمت هذه المقابله باش تكون في هذا الملعب. كامل التحيات والاحترام لاهالينا في مجاز الباب. نقول لكم ما تنساوش دعم النادي الافريقي في نهاره المقابله، ما تنساوش تكونوا كلكم فوق الاسطح وفي كل مكان من اجل التشجيع، تشجيع فريق النادي الافريقي. نعرف اهالينا في مجاز الباب يحبوا النادي الافريقي في كل مكان، هدايا من اجل دعم اللاعبين ودعم فريقكم المفضل اللي هو فريق الشعب النادي الافريقي. وما ادراك ما النادي الافريقي، زعيم كره القدم التونسيه يستحق منكم هذا التشجيع، وباش يبرهنوا اهالينا في المجاز اللي هم كلوبستين. هذه حاجه. بالنسبه للامر الثاني، بعد تشبث الاولمبي الباجي يحبوا يلعبوا المقابله نتاعهم في، اختاروا ملعب. المهم هوش من الملعب اللي فيه قاعده جماهيريه كبيره من جمهور النادي الافريقي. ما حبوش منزل بورقيبه، ما حبوش ماطر، ما حبوش بنزرت، ما حبوش جندوب الكيف، فاختاروا ملعب المجاز. ولكن المجاز، وانا ناكد لكم، المجاز راهي معظمها كلوبستيه، معظم الاهالي المجاز كلوبستيه. لذلك المقابلة باش تدور عبارة في حضور جماهير النادي الافريقي، وتفكروني نهارة المقابلة. ولكن يا خيبة المسعى وقت اللي راو بصراحة نقولوها، هو ملعب المجاز هو من اجل فريق يلعب في الرابطة الثالثة والرابعة. ونعرفوا الرابطة المحترفة الاولى تتطلب ملاعب تليق وتنور وتشرف. كرة القدم التونسية راهي اسمها رابطة محترفة أولى، ما اسمناش رابطة محترفة ثالثة ولا رابعة. يعني احنا عندنا ملعب رادس الوحيد نلعب فيه معظم فرق تونس في دوري أبطال إفريقيا وفي كأس الاتحاد الإفريقي، ونزيدوا معناتها الملاعب الأخرى اللي ما فيها ما يتكور نزيدوا نتلزوا باش نمشوا نكوروا فيها. يعني باش نعملوا صورة تسويقية للبطولة التونسية واللي هي بطولة كبيرة، وقناة الكأس توقع الكأس هي تجري وتجري، تحب تبث مقابلة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي من أجل مداخيل إضافية. ولكن قناة الكأس وقناة الوطنية رفضوا باش يجريوا المقابلة مباشر في ملعب المجاز، قال لك ما عندناش مكان باش نصوروا فيه. يعني المقابلة باش تدور، التصوير باش يكون على القاعة. حاجة ما عادش تصير حتى في العصور البدائية، حاجة ما عادش تصير حتى في عام 50 وعام 40 وعام 30. لذلك هذه بصراحة أنا نراها مهزلة وفضيحة كبرى في تاريخ كرة القدم التونسية، وفضيحة من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تعاني في التخبطات من أجل جلب مدرب، واللي هم حاروا في مدرب، واللي هم أقالوا مدرب وزادوا أقالوا مدرب، وهزيمة ضد جزر القمر، وهزيمة ضد مش عارف شكون. وفي الأخر الجامعة التونسية لكرة القدم هي صحيح في هيئة تسييرية، حتى الجامعة التونسية حاروا باش يعملوا انتخابات، ما بالك باش ينجموا ينقلوا المقابلة إلى ملعب كيما رادس ولا كيما سوسة ولا كيما صفاقس ولا كيما المستير؟ هذا كل شكون؟ أنت باش ترضي شكون؟ باش ترضي باجا ما نتصورش، باش ترضي النادي الإفريقي ما نتصورش، باش ترضي الفرق الأخرى صعيب ياسر. راهي هذيا مهزلة من مهازل تاريخ كرة القدم التونسية. المقابلة باش تصير في ملعب ما فيهوش المواصفات نتاع رابطة محترفة أولى، يا خيبة المسعى. الملاعبية المزمر فيهم يخص في 20 مليون في الشهر، يكور في ملعب وتصير إصابات، والإصابات راهي تنجم تصير. الملعب راهو طرطون، ماهوش طرطون دوريجين، راهو في ملعب المجاز، راه رينا تصاوروا رينا كل شيء، طرطون فيه بعض الحفر ويقلد بالماء. هذا كل علاش؟ شنو اللي استمى بالضبط؟ هي مقابلة تاع كرة قدم، جو، هي جو. وقت اللي الكرة نتجاوزوا الأمور نتاع تلعب من أجل كرة قدم من أجل المتعة، ونتعداو للأمور اللي راهي كرة القدم هذيا يلزمني نربحك ويلزمني نعمل فيك يا الإفريقي، وراهي الإفريقي مش تطلع سنة الكلوب تحب تطلع سنة، لا مستحيل، يلزمنا نحاولوا لماكسيموم. أنا نستغرب كيفاش أولمبي الباجي يصرون إصرارا باش ما يلعبوش المقابلة في ملعب جميل، وكيفاش الجامعة التونسية لكرة القدم ما تخممش في مصلحة الملاعبية نتاعها. هما ملاعبية نتاع كرة القدم تخاف عليهم الإصابات، تخاف عليهم أخي باجا، أخي ما عندهمش ملاعبية كورجية، مو عندهم كيما الحمري، الملاعب الحمري هذاك، الملاعب اللي قاعد يقدم في مستوى ممتاز جدا، نتمنى النادي الإفريقي تقوم بالانتداب نتاعو. اخي ما عندهمش ملاعبيه ممتازين، ما يخافوش على الملاعبيه نتاعهم من الاصابات؟
لهالدرجة أنت مقابلة كتر النادي الإفريقي تعنيلك كل شيء، وأنت كانت قرصني بتاع النادي الإفريقي وينو علي علولو اللي قالوا أنا تقرصني باسم النادي الإفريقي وينك شبيك ما تكلمتش وينو؟ طيب أنا سمعت أن النادي الإفريقي راسلت الجامعة التونسية لكرة قدم من أجل باش تكون المقابلة في ملعب أولمبي بيراتس، ولكن الرابطة أخذت القرار المتاحة هذا قرار منزل من الرابطة، مثلا باش ما تتلعب بالمقابلة في الملعب هذا ملعب المجاز اللي هو ملعب غير قادر غير لا توجد فيه المواصفات بتاع رابطة محترفة أولى، كيما جل الملاعب التونسية كيما جل الملاعب بتاع الفرق بتاع رابطة الهوات مش ولكن أنا نستغرب علاش المقابلة يلزم تصير في ملعب المجاز واللي هو ملعب ما فيهوش المواصفات. هذه غلطة من الجامعة وغلطة من الرابطة، وراهم عندكم ملاعبية وملاعبية بتاع منتخب، يعني وقت اللي تصير الإصابات شكون اللي بحمله؟ حتى واحد كان الملاعب يتضر والفرق تتضر والمنتخب التونسي نهار آخر حتى باش تعبوا بلاعبية كبار ما عادش تلقاهم موجودين. هذا لفت نظر الجامعة التونسية وللرابطة، راهو عيب الشيء اللي صار، راهو ما تجيش مقابلة متاع بطولة تونسية من أجل الصدارة، راهو الغريبة فيش من أجل الصدارة باش تضحكوا علينا العباد، باش تضحكوا علينا القوم، الأمة العربية باش تضحكوها علينا انتوما الاخوان الجزائريين الاخوان في المغرب الاخوان في مصر، مش تضحكوهم علينا ما نحكيكمش على الخليج. يقولوك شوف تونس مازالوا يلعبوا في ملاعب ما فيهاش مواصفات باش تحط كاميرا، مازالوا يلعبوا في ملاعب التصوير من ارضيه الملعب، مازال يلعبوا في ملاعب اكل عليها الدهر وشرب الناس، عملت مدارج وناس عملت ملاعب وناس تجهيزات، واحنا ما زلنا نتخبطوا في مشاكل نتاع الملاعب التونسيه. ما زلنا عندنا ملعب بركه، ملعب سوسه يصلحوا فيه هاك حاروا فيه، ملعب صفاقس يستناو باش يعملوا له ملعب كبير، عندهم تو 20 سنه تو ما تم الملعب الكبير، التو صفاقس يستناو في الملعب لا حب يصير، المستير صلحوا شويه في التيراو وقاش شويه لاخر، حتى من الكاف ما وفقت لهمش باش يلعبوا المقابله في المستير. الملعب التونسي ملعب الهادي النايفر يتصلح ويجي فيه زوز فيراجات كبار ياسر حاروا باش يعملوهم، وعدة ملاعب في تونس كانت قادرة باش تكون ملاعب كبيرة ولكن شيء. فيرجي شومبيرز مرة طلب منهم وعمل المطلب نتاعه وقاعد يحب يعمل مشروع، يحب يعمل ملعب، هي نعاونوه الراجل يحب يعمل ملعب التونس وباسم النادي الافريقي وتكريه النادي الافريقي لجميع الفرق، نعاونوه نعاونوه خليه تبنى ملعب وخليه تمشي امورنا كزيد فوق الماء. شنو هي الاشكاليه في الحكايه هذه؟ يعني هوني بصراحه يا خيبه المسعى يا خيبه المسعى على كره قدم التونسيه، من المنتخب الى الفرق الى الملاعب الى التجهيزات ما عندنا شيء. النادي الافريقي قاعد ينور في البطوله التونسيه ببعض اللاعبين المحترفين باهين بانتدابات كبيرة، بمدرب اسمه دافيد بتوني مدرب كبير مستثمر كبير يحب يعمل قواعد صحيحة، نهزوا له الملاعبين نتاعو ونلعبوهم في ملعب ما فيهوش المواصفات من أجل لعب كرة القدم في الرابطة المحترفة الأولى. هذا كله نتجاوزوه ونمشيو للمقابلة. المقابلة بالنسبة النادي الإفريقي والأولمبي الباجي، الأولمبي الباجي راهو فريق محترم ومحترم جدا كرويا، الفريق هذايا 5 انتصارات ما همش صدفة، فيهم انتصار على فريق النجم الساحلي، وراهو مش سهلة باش فريق ينتصر على النجم الساحلي في ملعب سوسة بالذات، لذلك مش نقول أنا نحترم المنافس، هوني احنا ماناش في موقف تاع احترام، هوني فتنا الاحترام من غادي، هوني مش نلعبوا مع فريق هو المتصدر، رانا النادي الافريقي مش ماناش احنا المتصدرين، مش نلعبوا ضد فريق في المركز الأول. الأولمبي الباجي في المركز الأول ب 15 نقطة، النادي الإفريقي في المركز الثاني ب 13 نقطة. الانتصار ولا شيء غير الانتصار يخلي النادي الإفريقي في الصدارة. نفترض المقابلة هذه مقابلة مصيرية في تاريخ البطولة، إذا كان ننتصروا نهزوا البطولة، شنو رأيكم؟ يا يعني الانضراب لاعبية النادي الإفريقي ولا المسؤولين المقابلة هذه قادرين باش ترخوا فيها ولا ما تجيبوش فيها الانتصار؟ مقابلة متاع انتصار ولكن بالعزيمة وبعد تجي الكرة، الكرة تجي بعد العزيمة والفيزيك. ورد بالك مش نبداو متفاهمين الساعة، حكينا على الملعب وقلنا الملعب راهو ما يصلحش وكل شيء، راهو مش على الإفريقي برك، حتى على لاعبية الأولمبي الباجي عندهم كوارجية وما يساعدهمش الملعب هذايا ترطوهم حفر، باش تحطوا في بالكم راهو مش كان على النادي الإفريقي. لاعبين النادي الافريقي ردوا بالكم، انا لا قدر تقولوا لنا ليه راهو الملعب والملعب نعرفوا ما تنجموش تقولوها على خاطر عندنا برشا لاعبيه لعبوا في الترطو ويعرفوا الترطو، اللاعبيه اللي في الافريق محسوب فين كانوا يكونوا تيموفر اكثر من الترطو كانوا يلعبوا على الحجر وعادي وينجموا رواحهم، لذلك
المقابله ضد الاولمبي البيجي عندنا لي زاتو باش ننتصروا فيها، ولكن الاحتياط ثم الاحتياط، الفريق هذايا يستوجب منا احتياط كبير وكبير برشا على خاطره فريق محترم جدا، فريق الاولمبي البيجي هو المتصدر. النادي الافريقي لا قدر الله كان ما ننتصروش باش تخلط علينا الكوكبه اللي بعدنا، اذا كان ننتصروا نبرهنوا اللي احنا ماشيين للمنافسه. ضيعنا زوج نقاط في ملعب رادز ضد النادي الرياضي الصفاقسي، مطالبين باش نرجعوا هذوز نقاط هذوما ضد الاولمبي البيجي في ملعب المجاز. وقتها النادي الافريقي عباره ما عملناش فوبا كونتر الصفاقس، اما اذا كان عودوا تعادل اخر لهنا دخلنا في نسق نتاع تعادلات، وهذا انا ما نحبذوش بصراحه، ما نحبذش نسق التعادلات، وعندنا ملاعبيه كبار وعندنا برشا كورجيه. صحيح ناقصين قلب هجوم، العمق الهجومي في النادي الافريقي ناقص برشا، ناقص برشا. واللي لاحظتوا خطة النادي الافريقي الناجحة واللي تنجم تتعدى اللي هي 4-4-2، يا حسرة على الخطة بتاع 4-3-3. 4-4-2 حاليا على خطر اية مالك قادر باش يعطيك اضافات كبيرة وكبيرة برشا. في حراس المرمى غايث اليفرني على اليمين، ما ينجم يكون كان ياسين بوعبيد، ياسين بوعبيد ملاعب كبير. على اليسار اسامة السهيري، في قلب الدفاع بن عبدة وعلي يوسف، في وسط الميدان سيمو كولا ومعه معتز الزمزمي، قدامهم شويه في وسط الميدان ايت مالك ومعه غايث الصغير. هذوما 4-4، يبقاو زوج مهاجمين، حمدي العبيدي قلب هجوم، وكين زومبي وانا الخضراوي اما واحد على اليمين واحد على اليسار. وتبقى عندك الامكانيات في الاحتياط، نفترضوا احنا الخضراوي احتياطي، بسام اصرار في احتياطي، زوج ملاعبيه كبار في البنك الاحتياط، زيد عليهم كينغسلي ايدو وقلالش عبد الملك قلالش، هذوما ملاعبيه كبار موجودين في الدفاع، زيد عليهم الزعلوني كي تهبطوا تهبطوا في الهجوم، زيد عليهم تيلي ويلز اللي بحكم عدد الاجانب مسموح به زيدوا تيلي ويلز، خليه يلعب بالسيني كان هكا. وهكذا راهو عندنا التوليفه كبيره ياسر، النجم نوظفوهم في النادي الافريقي وتنجح الامور باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي. مازالت التشكيله ان شاء الله كي نسمعوا بها الرسميه تو نحكي لكم عليها. النادي الافريقي مطالب بالانتصار ولا شيء غير الانتصار من اجل الصداره. الصداره راهي ما تصير كان فوق الميدان، تقول الميدان محفر، لا تقول الميدان مكركب، لا تقول الميدان معوج، هذا كله يعني جمهور النادي الافريقي. اللي يعني جمهور النادي الافريقي ملاعبيه صارفين عليهم، خالصين على داير مليم، تجيبونا الانتصار وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. وختاما نقول لكم فيفا فورزا سيار.